خلينا نبتدي اخبارنا. اول خبر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الخميس للشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه انه تم خلال اللقاء التباحث بشان العلاقات الثنائيه بين البلدين على مختلف اصعدتها السياسيه والاقتصاديه والتنمويه وسبل تنميتها وتطويرها. وجدد الشيخ محمد بن زايد موقف بلاده الداعم لمصر سياسيا واقتصاديا والمؤيد لحق الشعب المصري في التنمية والاستقرار والنمو. وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي استعرض آخر التطورات على الساحة الداخلية، حيث أجرت مصر استحقاقات خارطة المستقبل وأنجزت بناء مؤسسات، كما عرض الرئيس لمشروعات التنمية الشاملة التي تنفذها مصر في مختلف المجالات.